رشيها مرتين في اليوم على جذور شعرك وحرفيا هتدعيلي، هتعالج التساقط والصلع وكمان تطول وتكثف شعرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبة لكم النهاردة وصفة ممتازة جدا 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 لبداية الشتاء. الوصفة دي انا بستناها حرفيا من الشتاء للشتاء. ليه بقى؟ لان فيها مكون ما بيطلعش غير في الشتاء، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انا هذكره لكم في الوصفة. الوصفة دي يا بنات ممتازة، افضل حاجة فيها ان انت مش هتغسليها. انتوا عارفين ان الشتاء غسيل الشعر فيه كتير بيبقى صعب ومزعج وبيبقى كمان ساقع، ف هعمل لكم وصفه او وصفات الشتاء ده تكون خفيفه كده وتتحط وتتساب تنشف. الوصفه دي منها بتعالج التساقط وبتطول وبتكثف. بصوا فيها كل حاجه، فيها كل حاجه بتعالج شعرك. يلا بينا ما نعرف مع بعض ايه الوصفه. يلا بينا، ما تنسيش بس تعملي لايك واشتراك في القناه وكمان تفعلي زر الجرس لو انت مش مشتركه. لو لقيتي نفسك مش مشتركه، ازاي مش مشتركه عندي؟ يلا اشتركي حالا ويلا بينا نبدا مع بعض الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هجيبها، اول مكون هيكون النهاردة عندنا هو الرز الابيض. شايفين؟ رز ابيض عادي بتاع الاكل، تمام؟ الرز ده يا بنات انا هستخدمه النهاردة ليه؟ اولا في حاجة اسمها نشا الرز. نشا الرز دي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا لاطالة الشعر. وعايزة اقول لكم ان الصينيين عموما واليابانيين بيستخدموا كل منتجات الرز على البشرة على الشعر. فاكرين زمان كنت عاملة فيديو على قرية هوانجولو الصينية، عبارة عن ان هما بيستعملوا الرز او مية الرز لشعرهم. حرفيا يا بنات مية الرز من الحاجات الجميلة اللي انت ممكن تستخدميها لشعرك وهتفيد شعرك جدا جدا. فعشان كده انا بحب استخدمه لوصفاتي، لان هو ما شاء الله الفترة اللي فاتت اكد فعاليته. وانا يا جماعة كنت عاملة الفيديو ده اصلا من اكتر من 4 سنين، لحد دلوقتي تخيلوا ان انا بستعمل لسه مية الرز على شعري. فده كان بالنسبة لاول منتج عندنا او اول مكون عندنا. طيب نيجي بقى للمكون التاني. المكون التاني وهو غني برضو عن التعريف، اللي هو يا جماعة القرنفل. القرنفل برضو من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي تستخدميها لشعرك، بتطول وبتكثف الشعر، بتعالج التساقط، وكمان بتقوي جذور الشعر نفسها، فبالتالي الشعر بعد كده مش بتتساقط، بتبقى قوية. حتى لو اتعرضتي لأي حاجة وعكة صحية، اتعرضتي لأي حاجة حطيتيها على شعرك وأذت شعرك، حرفيا الجذور نفسها هتبقى قوية، فبالتالي شعرك هيبقى من الصعب ان هو يتساقط. فالقرنفل برضو من ضمن الحاجات انا بحب استعملها ومن ضمن الحاجات المهمه جدا جدا اللي نستعملها، تمام؟ ده كان بالنسبه للرز وكان بالنسبه للقرنفل. لو انتوا اخدين بالكم انا حاطه معلقه كبيره من القرنفل، بالنسبه للرز فحاطه معلقتين كبار من معالق الطعام على الرز، يعني معلقتين رز ومعلقه من القرنفل هتبقى كفايه جدا. طيب المكون بقى الاخير اللي عندنا النهارده وهو مكون قوي، وهو ده اللي انا بقول لكم انا بستناه من الشتاء للشتاء. ايه هو المكون ده؟ المكون ده يا بنات هو قشور البرتقال او السفندي، لكن موجود دلوقتي في السوق البرتقال. لما ينزل بقى القشور بتاعت البرتقال ممكن تقدروا ان السفندي قصدي تقدرين تشتروه، لكن بصراحه انا القشور دي بعشقها. شايفين يا جماعه النقط دي عباره عن فيتامين سي، تمام؟ فيتامين سي ده من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي بتعالج الشعر. وعايزه اقول لكم ان في مستحضرات تجميليه للشعر بيبقى فيها فيتامين سي عشان الشعر يبقى فيه لمعه، يبقى قوي، يبقى سميك. فانتوا بتدوروا على الغالي، واللي موجود للطبيعه اللي ربنا خلقه مش غالي ومتاح لنا كلنا، انتوا ما تعرفوش حاجه عنه. جماعه الوصفه دي فعلا ممتازه، لو تقدري ان انت يعني لو ان انت تقدري تستخدميها كل يوم بجد مش هتخسري حاجه، خصوصا ان هي اصلا بمكونات بسيطه جدا، رز قرنفل وقشور برتقال انت بتجيبيها لاولادك تاكليها. فبدل ما ترميها خديها، انا دي مقشراها الصبح فنشفت شويه، لكن حتى لو مجففه عادي ان انت تستخدميها. الطريقه لنجاح الوصفه دي مش مجرد طريقه كده وخلاص، لا، لازم تعمليها بالطريقه بتاعتي اللي انا هقولك عليها، تمام؟ الطريقه دي يا بنات برضو مهمه جدا واساسيه لنجاح الوصفه بتاعتك. فبدل ما تعرفي الكومنتات وتطلعي، لا، كملي الوصفه للاخر عشان الوصفه معاكي تنجح، لان طريقتها مهمه جدا، اهم كمان من المكونات. اول حاجه هجيبها هو بوله كبيره زي ده او طبق كبير عموما عميق، عشان هيبقى مهم جدا ان انت تجيبي حاجه بالحجم ده، تمام؟ عشان احنا هنعمل اولا تونر كبير، يعني هنستخدم كميه ميه كتيره، تمام؟ زائد ان احنا عايزين حاجه تحميه كده عشان هنغطي عليه فتره معينه،
تمام. لو عايزه تحطيه في برطمان ولا حاجه مغلقه براحتك، بس انا عن نفسي الطريقه دي بتبقى سهله وبشيلها في مكان محدش يقدر يوقع على الحاجه بتاعتي، فالدنيا بتبقى بالنسبه لي تمام. انت ممكن تستبدلي ده ببرطمان كبير مش صغير، تمام. يلا بينا بقى نبدا مع بعض نعرف احنا هنستعمل الوصفه بتاعتنا ازاي. اول حاجه هبدا ان انا احطها القرنفل بتاعي. عايزه اقول لكم يا بنات بس ان القرنفل بجد من ضمن الحاجات الجميله اللي ممكن تستخدميها على شعرك، وانا قلت لكم الموضوع ده تمام. انا هبدا بس ان انا احط الرز بتاعي على الطبق اهو، في الطبق تمام اهو كده. انا كنت غسلاها على فكره من الاتربه يا بنات، مهم جدا الموضوع ده ان انت تكوني غاسله الرز من الاتربه، شايفين نظيف جدا. هنبدأ بقى ان احنا نحط القرنفل زي ما انا قلت لكم. الكمية بتاعت القرنفل دي يا بنات عامة كمية كويسة انك انت تستخدميها. لو انت كمان نفرين او كذا حد برضو الكمية دي على فكرة هتكفيكي جدا تمام. وبعدين هنبدأ ان احنا ننزل على المية بتاعتنا او عموما في الطبق بتاعنا بالكمية دي من اللي هو قشر البرتقال تمام. هتنزلي عليها بالشكل ده. هي الوصفه شويه تحسوها غريبه، وانا متاكده ان في ناس كتير هتتكلم معايا في الوصفه دي ممكن تنتقدني، بس يا جماعه الوصفه دي يعني بجد ممتازه. وصفه اصلا زي ما انا قلت لكم صينيه تمام، وصفه صينيه لو استخدمتيها هتبقى ممتازه لشعرك. لو طبقتيها انا متاكده انك هترجعي تشكريني على الوصفه، ولو اني والله مش عايزه شكر، انا عايزه بس ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه. دلوقتي هجيب ميه بس تكون مغليه تمام، وهبدا ان انا استخدم الوصفه دي او احط الكميه عليها اللي هي الميه المغليه. فتعالوا اقول لكم بقى الميه اللي هنستخدمها تكون قد ايه. بصوا يا بنات انا قررت ان انا هحط الميه المغليه وقشور البرتقال مش موجوده تمام، لاسباب كتير جدا. القش كبير وعايزه احطه بعد ما فين الميه لونها اتغير ازاي. دلوقتي كمان احنا هنبدا ان احنا نحط القشر بتاع البرتقال فيها بالشكل ده كده، شايفين بقى يا بنات بجد لونها تحفه، لونها متغير اصلا ولسه كمان هتغير لونها. طيب احنا هنفضل الميه دي منقوعه كده لمده قد ايه؟ الميه والرز هيفضلوا منقوعين، الرز والقرنفل وشوي البرتقال هيفضلوا منقوعين لحد امتى؟ هيفضلوا منقوعين ليله كامله تمام. ليله كامله مش هتحطيها في الثلاجه، هتغطي عليها عشان مفيش اي حاجه فيها تقع تمام كده، وهتفضلي نقعاها لمده ليله كامله. شايفين يا بنات الجمال بجد حاجه كده جميله جدا جدا. انا بعشق الوصفه دي وبسيطه جدا وسهله، وافضل حاجه انها مش هتتغسل اصلا، بدات تغير لون قبل حتى ما ان احنا الرز حتى يتنقع ولا اي حاجه، بدات تغير لون، فحاجه ممتازه جدا. هنسيبها 24 ساعه منقوعه في الميه مغطيين عليها تمام. دي مش شعر يا بنات، دي من القشر تمام. هنفضل مغطيين عليها لمدة 24 ساعة ليلة كاملة تمام، وهتغطي عليها بالشكل ده. هسيبها 24 ساعة واجي لكم اوريكم شكلها وازاي نستعملها، مهم جدا يا بنات تستعملها، هي مش بتستعمل كده وخلاص. بنات شايفين بقى انا هنا بعمل ايه؟ انا بغلي الوصفة بتاعتي. طيب انا ليه بعمل كده؟ مش انا قلت ان انا اسيبها 24 ساعة متخمرة في المية بتاعتها؟ انا بالنسبة لي لما بعمل الوصفة بغليها، لاني بيبقى مش عندي وقت ان انا استناها 24 ساعة تتخمر. فلو انتي مستعجلة زيي وبيبقى وراكي شغل اعملي كده، هتغليها لمدة 15 دقيقة بالمية بتاعتها اللي احنا حطيناها تمام، اللي هي كوبين من المية كبار لمدة 15 دقيقة وانتي مغطية عليها. انا هنا مش مغطية عشان بوريها لك، لكن 15 دقيقة وانتي مغطية عليها حرفيا في 15 دقيقة هيكون عندك الوصفة بتاعتك جاهزة. لكن انت لو مش وراكي حاجة الافضل طبعا ان انت تخمريها بشكل هادي ومن غير غلي. اهو يا بنات بعد الغلي او بعد ان انت تسيبيها 24 ساعة ده بيبقى شكلها. شايفين بقى؟ شايفين الرز بقى رز طبيعي كأنك غالياه ومسوياه، بقى طري جدا كأنه ممكن يتاكل. شايفين لون المية؟ ما شاء الله هي دي المية اللي انا بقول لكم عليها. طيب هنحتاج طبعا ان احنا نصفي الخليط بتاعنا، مينفعش نستخدمه بالشكل ده، فهصفيه واجيلكوا. اهو يا بنات بعد ما صفينا التونر بتاعنا ده بقى شكله، شايفين قوامه بقى، شايفين لونه. الوصفه يا بنات بجد بجد ممتازه جدا،
وتطويل وتجفيف الشعر وحرفيا فعاله جدا. طريقه استعمال الوصفه دي بقى مهمه جدا وسهله جدا في نفس الوقت. اول طريقه وهي ان انت بتجيبي بخاخ عشان تبداي ان انت ترشي على شعرك. الوصفه دي مره الصبح مره بالليل، بترشي على كامل الشعر، الجذور فقط يا بنات، مش محتاجه ان انت ترشيها على اطراف الشعر، انت محتاجه بس ترشيها على الجذور يعني الفروه نفسها. طريقه البخاخ دي يعتبر من احسن وافضل الطرق اللي ممكن تستخدميها لوصفه على شعرك. هنبدأ ان احنا نحط الوصفة دي هنا في البخاخ ونبدأ ان احنا نرش زي ما قلت لكم مرة الصبح ومرة بالليل مع تدليك فروة الشعر، يعني بترشيها وبعدين تعملي كده على الجذور. جماعة التدليك مهم جدا، الوصفة ملهاش لازمة لو مش هتدلك الفروة، تمام؟ بعد ما ترشيها كلها على شعرك وعلى الجذور كلها وتتأكدي ان الجذور كلها وصلت لها الوصفة دي بالرش، هتبدأ ان انت تدلكي بأطراف صوابعك لمدة 5 دقايق تدليك عشان البصيلة تمتص الوصفه بتاعتنا دي. مهمه جدا التدليك، يعتبر 50% من نجاح الوصفه دي. عشان كده دايما بقول لكم كملوا معايا الطرق الوصفات اللي انا بنزلها عشان تنجح معاكم. يعني ممكن يكون اللي استعجل وخد الوصفه اخدها واخد مكوناتها وطلع من الوصفه ما عرفش ازاي يستعملها، فدي يا جماعه مهمه جدا. اهو بسم الله هبدا احط الوصفه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا بنات حطينا التونر بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض، انا هسميه التونر الشتوي، حطيته اهو في البخاخ. بتبداي ان انت بقى ترشي على شعرك عادي كده البخاخ بتاعك وتبداي ان انت تدلكي، تمام؟ عايزه اقول لكم بس ان الوصفه دي بجد بنات خطيره جدا جدا. في بقى حاجه تانيه انا بحب اعملها، هي اختياريه، عايزه تعمليها براحتك مش عايزه براحتك برضو، وهي ان انا بجيب الروزماري وبحط كام حبايه هنا. هوريكم دلوقتي اللي انا بعمل الروزماري الاخضر ده، انا هقول لكم طريقتي. بصوا هي دي اختياريه براحتكم زي ما انا قلت لكم، تمام؟ اول حاجه بفتحها التونر ده كده، تمام، وبنقي شويه من حبه الاكليل الجبل قصدي اهو بالشكل ده كده، بحط حوالي يعني معلقه صغننه. ليه بقى؟ ده بيحفز التونر ده بجد بنات. بص تحفه، انا بعشق الحركه دي، بعشقها. بفضل بقى اقلب كده اهو، شايفين بقى التونر بتاعنا بقى ممتاز ازاي؟ شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين الحلاوه؟ بجد بتبداي على طول بقى ترشيه على شعرك زي ما قلت لكم مره الصبح ومره بالليل. بجد يا بنات الطريقه دي ممتازه جدا جدا، علاجيه للشعر، وافضل حاجه ان هي هتجيب معاكي نتيجه ممتازه. التونر ده المفروض يخلص معاكي في حوالي اسبوع.